السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تدريب على المدود والتفخيم والترقيق في صورة الزلزلة. بالتدريبات قواعد التجويد تثبت بفضل الله تبارك وتعالى. فبسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها ركز كده معايا وعايزك تبدأ تتكلم معايا وأنا بإيه وأنا بتكلم في الفيديو. عايزك تبدا معايا الاول هنخرج الايه التفخيم والترقيق في الايه الاولى الحروف ركز معايا حروف المفخمه خصة ضغط قظ دي الحروف المفخمه دائما خصة ضغط قظ في عندي حروف بتقع بين التفخيم وبين الترقيق زي الالف الماديه زي الراء زي اللام في لفظ الجلاله الله واللهم دي الحروف اللي في حالات بتفخم وحالات بترق وعند الغنه ايضا بتتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا فهنركز كده مع بعض علشان القواعد دي تثبت بفضل الله وطبعا هنعمل ايضا التدريب بعد ما نطلع التفخيم والترقيق هنرجع في الايه نقول المدود اللي موجوده فيها سواء كان مادة طبيعية أو غيره من المدود إذا همزة وذال وألف مادية عندك طبعا دي حروف مرققة الشغل هنا يبقى فيه الألف المادية الألف المادية القاعدة بتاعتها إيه؟ الألف المادية بتتبع ما قبله الغنة بتتبع ما بعده ها اعرف كده القواعد الألف المادية بتتبع ما قبله اللي قبلها مفخم هتبقى مفخمه اللي قبلها مرققه هتبقى مرققه تمام طيب اذا اذا مرققه هتبقى الالف المديه مرققه خلاص زلزلت طبعا اللام في لفظ الجلاله الله والله هم دي اللي بتقع بين التفخم والترقيق انما بخلاف ذلك كل اللام دي ايه مرققه تمام علشان ايضا القاعده تكون موجوده عندك وتبدا ان انت تشتغل معايا في التطبيقات زلزلات كل الحروف بتاعتها ايه مرققه الارض عندي هنا حرف الراء وعند الضاد خص ضغط قظ يبقى ده دا مفخم دائما الحرف الضاد ده تمام طيب الراء دي ساكنه فتح ما قبلها تبقى مفخمه يبقى عندي هنا في الايه عندي هنا تفخيم للراء وعندي هنا الضاد. زلزالها عندي كل الحروف بتاعتها مرققه حتى الالف الماديه الاولى دي والالف الماديه الاولى دي. تمام؟ دي سبقت بالزاي ودي سبقت بالهاء. الاثنين مرققين. طيب بالنسبه للمدود انا عندي مدود طبيعيه بس اذا الف ماديه. ها؟ عندي زلزالها الف ماديه الف ماديه يبقى عندي ثلاثه حرف ماد فين؟ في الآيه الاولى نبدأ في الثانيه وأخرجت الأرض أثقالها ها قول معايا وأخ خص الخاء حرف من الحروف المفخمة دائما يبقى واو وهمزة كل ده مرقق الخاء مفخمة الراء دي متحركة في فتح تبقى مفخمة طيب الراء لو متحركة بفتحة أو بضمة دي تبقى مفخمة، طب لو مكسور تحتها هنا كسرة تبقى مرققة. ده بالنسبة للراء المين؟ المتحرك. وأخرجت تمام مرقق. الأرض مرت معي الراء بتاعتها والضاد. يبقى عندي هنا خاء والراء والضاد والراء دي. دول إيه؟ مفخمين وبقيتها كله مرقق. أثقالها الهمزة والثاء مرققين القاف مفخمه خص ضغط قظ الالف الماديه بتتبع مي ما قبلها يبقى الالف الماديه دي ايه؟ مفخمه اثقا اثقالها ها يبقى دي مفخمه دي مفخمه بقيه الايه؟ بقيه الايه مرققه طيب ده بالنسبه للتفخيم والترقيق فيها طب بالنسبه للمدود ما فيش عندي هنا فيها الا الالف دي وعند الألف دي، ألف مادية مفتوح ما قبلها، ألف مادية مفتوح ما قبلها. تمام؟ بس الألف دي مفخمة والألف دي إيه؟ مرققة. دي, دي تتبع ما قبلها قاف ودي الهاء مرققة. وقال الإنسان ما لها وقال ركز في التفخيم والترقيق. عند ألف مادية والقاف، القاف مفخمة وجاب بعدها ألف مادية بقى الاتنين إيه؟ مفخمين. تمام. يبقى الواو واللام مرققين. الإنسان في عندي إخفاء هنا. وعندي غنة. والغنة بتتبع ما بعدها تفخيماً وترقيقاً. عندي هنا حرف السين، السين مش حرف من الحروف المفخمة، فتبقى عندي هنا الغنة مرققة. تمام؟ طيب الإنسان عندي في هنا ألف إيه؟ ألف مادية. طيب جاء قبلها السين فتبقى مرققة. الإنسان ما لها؟ عندي بقية كل الآية فيها إيه؟ فيها الترقيق يبقى ما فيش عندي في الآية دي إلا القاف والألف المادية هما اللي مفخمين بقية الآية كلها مرققة بالنسبة للمدود وقال ده ألف مادية عندي ألف مادية بالنسبة للإنسان شايف الألف الصغيرة دي ألف مادية مفتوح ما قبلها وما ألف مادية مفتوح ما قبلها ولها ألف مادية مفتوح ما قبلها تمام؟ طيب التفخيم والترقيق، الآية الرابعة: يومئذ تحدث أخبارها يومئذ ركز كده ها كل الحروف دي فيها إيه؟ الترقيق تمام يبقى كل الحروف دي إيه؟ مرققة تحدث كل الحروف بتاعت كلمة تحدث مرققة أخبارها الخاء الخاء دي إيه؟ مفخمة خصة ضغط قيظ طيب الالف المادية سبقت بإيه؟ بباء الباء مرقق تبقى الالف المادية مرققة عند الراء هنا متحركة فتحة وقلت لك إن دي متحركة فتحة تبقى تبقى إيه؟ مفخمة يبقى عند الخاء دي مفخمة وعند الراء دي إيه؟ مفخمة طيب عند بقيتها بالالف المادية اللي باقية دي كلها دي إيه؟ مرققة طب بالنسبة للمدود عند مفشل اخبارها في الف ماديه هنا والف ماديه هنا ده مدود طبيعيه كل الالف الماديه اللي هي الحاجات اللي, اللي احنا قلنا عليها في الايه في المدود دي كل ده كل دي مدود طبيعي يعني ايه مدى طبيعي يعني بياخد معايا حركتين وانت في الطبيعي سمي طبيعي علشان انت بطبيعتك بتقراه ايه بتقراه ممدود بان ربك اوحى لها بان دي كلها ايه مرققة ربك الراء بس هي اللي متحركة بفتح فهتبقى مفخمة الباء والكاف ها مرققين إيه؟ تمام أوحى لها كل الحروف دي حتى بالألف المادية دي والألف المادية دي فيهم إيه؟ فيهم الترقيق لأن دي سبقها هاء ودي سبقها حرف الحاء والاتنين مرققين يبقى كل الآية الخمسة دي مفيش فيها إلا حرف الراء ده هو اللي إيه؟ اللي مفخم تمام كده، بالنسبة للمدود برضه مفيش عندنا إلا مدود طبيعية اللي هي إيه؟ الألف المادية والألف المادية. يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم. يومئذ مرت معايا، فيها حاجة مفيش فيها إيه؟ حروف مفخمة خالص. طيب يصدر بص كده خص ضغط يبقى عند حرف الايه؟ الصاد. الصاد من الحروف الايه؟ المفخمه دائما. وعندي هنا الراء، الراء دي ايه؟ متحركه بضم، قلت لك لو مفتوحه او مضمومه هتبقى مفخمه، يبقى عندي الصاد وعندي الراء، دول المفخمين. كده معاك كل اللي باقي فيها مرقق. تمام كده. الناس عندي الالف ماديه وسبقت بايه؟ بنون. طيب يبقى كل الناس فيها ايه؟ الترقيق. اشتاتا بص كده اشتاتا بالالف الماديه دي والالف الماديه دي ها بت... ايه اللي بيحصل عندي كل الحروف اللي موجوده فيها حتى بالالف الماديه كلها مرققه خصه ضغط قيظ مفيش فيها راء الالف الماديه سبقت بحروف مرققه ليه يرو ركز معايا الراء متحركه في فتحه تبقى ها مفخمه بقية الحروف كلها مرققة أعمالهم بص كده عليها ها قول لي مرققة يعني الألف المادية اللي موجودة ها سبقت بإيه؟ بميم وهي حرف إيه؟ مرقق يبقى إيه؟ كلها مرققة بالنسبة للمدود كلها مدود إيه؟ مدود طبيعية إلا لو أنت وقفت هنا على أشتاة هتبقى فيها إيه؟ هيبقى فيها مد عوض لما انت بتقف على المد بالايه او التنوين بالفتحه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن على طول قولي مرقق يعمل مرقق كل الآية كل الكلام يعني مثقال ها أنت كده على طول تبدأ تقول لي القاف هي اللي إيه؟ مفخمة. وجت الألف المادية بعدها فهتبقى مفخمة، يبقى الاثنين دول هما المفخمين. بقيت الكلمة كلها مرققة. تمام، ابدأ معايا علشان إن أنت هتبدأ تتقن الأمور دي. مثقال يبقى قاف وألف مادية جت بعدها، يبقى الاثنين مفخمين. ذرة، شوف الذال مرقق، التاء او الهاء بالنسبه سواء هتوصل او هتقف ها عند الراء هي اللي ايه مفخم علشان متحركه بفتح خيرا ركز كده خصة يبقى خاء الراء مفتوح تبقى مفخمة يبقى الخاء والراء المفخمين وبقيتها ايه مرققة اللي هي الياء والالف خيرا يره يره الراء هي المتحركة بفتح تبقى مفخمة بقيتها مرققين. طيب ارجع على المدود. عندي فيها مد طبيعي مثقال وعندي هنا لو وقفت خيرا هيبقى فيها ايه؟ مفيش فيها طبعا مد ايه؟ مد عوض لو انت وقفت عليه. طيب يرى هو لو وصلت هيبقى فيها مد ايه؟ مد الصلاة الايه؟ الصغرى. "وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه" وَمَنْ مُرَقَّق يعمل نفس الوضع فَمَنْ يعمل وَمَنْ يعمل مرَقَّق مثقال نفس المثقال اللي هنا قلت لك هنا كان فيها قاف وألف مادية الاتنين مفخمين بقيتها مرقَّقة ذرة نفس الايه هنا في الآية اللي قبلها الراء هي المفخمة وبقيتهم مرققين شريرة طبعا هنا عندي في إخفاء وطبعا عندي هنا الايه الغنة برضو بتتبع ما ايه ما بعدها هنا مرققة هنا مرققة بالنسبة لي الايه الإضغام بغنة شرا الراء هنا متحركة يبقى هنا الراء دي مفخمة والراء دي ايه مفخمة طب بالنسبه للالف الماديه هم مفخمه ليه سبقت بايه بمفخمه شرا تمام خيرا يبقى الالف الماديه هنا وعندي ايه سبقت بمفخم يرى الراء هنا ايه متحركه فتحة فهتبقى مفخمه وبقيتها هيبقى مرقق بالنسبه للمدود مدود طبيعيه زي مثقال وعندي لو وصلت هيبقى فيها لو ايه؟ هو باسم هتبقى فيها مد صله ايه؟ مد صله صغرى. ده بالنسبه يعني تدريب على التفخيم والترقيق والمدود وان شاء الله نلتقي على خير في تدريبات قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.